بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، وعلينا معهم يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين في كل مكان يا رب العالمين، أحياء وأمواتا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ومحاسن الأخلاق وإطعام الطعام وكل ما أمرتنا به يا رب العالمين، بتوفيقك يا أرحم الراحمين. وأتم علينا هذا الشهر باليمن والبركة وقبول الدعاء والعتق من النيران، واجعلنا من أهل قيام رمضان وإحياء ليلة القدر يا رب العالمين، بتوفيقك يا أرحم الراحمين. وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وسائر المسلمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، والمدفون بجواري سيدنا أحمد بن عطاء الله السكندري في سفح المقطم بمدينة القاهرة، عمره الله بالذكر والعبادة والطاعة، وحفظنا وسائر المسلمين من كل سوء. قرأنا بالأمس حديث إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، الحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب التهجد، وهو الحديث 61 في كتاب بهجة النفوس، مروي بإسناد الإمام البخاري وإسنادنا عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إن فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك. هجمت عينك يعني ضعف بصرها، ونفهت نفسك يعني كلت وتعبت، لأن النفس خلقت ملولة، تمل، لو استمرت على عمل واحد ووتيرة واحدة تمل، ولو كان هذا العمل تحبه، حتى لو أطعمتها طعام واحد تحبه كل يوم تمل، هي خلقة النفس طبيعتها. وكنا وإحنا أطفال صغيرين يدونا درس الأرنب الغضبان، الأرنب الغضبان ده النفس، رمز للنفس، يقول لك كل يوم خصه جزر، كل يوم خصه جزر، هي النفس كده زي الأرنب، لو اديته كل يوم أحلى أكلة بيحبها يمل، يقول لك وكل يوم كده مفيش طعمية، تجيب له طعمية كل يوم يقول لك إيه ده الزيت بتاعها حرق قلبي، وهكذا. وعشان كده ربنا لما علم أنك ملول نوع عليك العبادات ونوع عليك أصناف الطعام، لأنه لطيف بعباده، خلقك ملول عشان تنال حظك من كل شيء، ما تنكبش على حاجة واحدة وتسيب الباقي، لا، هو ربنا جعل الدنيا مائدة لعباده فيريد أن يطعمهم من كل ما فيها، فخلقهم على هيئة لا يكتفوا بنوع واحد حتى ينالوا من خير الله، لأنه كريم سبحانه وتعالى. فإيه معنى ونفهت نفسك؟ يعني كلت نفسك، كل يوم صايم، كل طول الليل قايم، هتيجي في وقت تمل، لكن صم وقم، صم وأفطر ونم وقم،
تقوم تاخد حظك من كل حاجه. فلا تمل من النوم ولا تمل من القيام، فانك ان فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت ونفهت، يجوز فتح الفاء وكسرها لغتان والروايه بالفتح، ونفهت نفسك. وان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا، فصم. الحكم بقى النهائي ايه؟ فصم واغفر. نوع العبادات حتى لا تمل ولا تكل، فان الله لا يمل حتى تمل، يعني لا يقطع ثوابه حتى تقطع انت العمل. فصم وافطر وقم ونم. قرأنا الوجه الاول والوجه الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ووقفنا على الوجه السابع. يقول فيه دليل على ضعف البشرية، وإن تكلف المرء من العمل بزيادة على قدر ما طبعت عليه يقع له الخلل والنقص في الغالب، لأن العبد جبلته النقص، جبلته الفقر، جبلته العجز، هي طبيعته كده، عاجز، جاهل، ناقص، لولا انه يستعين بمولاه ما تبرأ من عجزه الى القدرة ولا من جهله الى العلم ولا من معصيته الى الطاعة. فأصل العبودية كده، العبودية ان تكلني لنفسي تكلني الى فقر وعجز وايه وجهل، فايه أصل العبودية كده، لولا ان ايه ينسب الى الله فيكمل بقى. يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام هجمت عينك ونفهت نفسك. فقوة الكلام، يعني ايه قوة الكلام؟ يعني مفهوم الكلام. قوة الكلام، وساعات يقول لك كمان ايه، يقول يعبر عنها بمعنى آخر، هيجي نشوفه الوقت. إنما قوة الكلام يعني ما يفهم منه من وراء اللفظ، يعني لأن المنطوق والمفهوم، خد بالك، دلالة اللفظ دلالة منطقية ودلالة مفهوم، دلالة نطق ودلالة فهم، لأن باب الدلالة ده في أصول الفقه مهم عشان تفهم الأحكام. فاللفظ له دلالة عند النطق وله دلالة عند الصمت، عند السكوت. فلما يقول مثلا ربك ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، ده المنطوق خلاص. يبقى لو أراد الله أن يضل عبد لا تجد له من يرشده ولا من يتولى أمره، ده بالمنطوق. وبالمفهوم، من يريد الله أن يهديه يدله على مرشد وولي، يبقى ده بالمفهوم بقى، فهمت؟ يسموه قوة الكلام، اللي هو عكس الكلمة، تقلبها تجدها صحيحة. فعايز يقول لك هنا قوة الكلام تعطي أن من طبع على مثل هذا لا يطيق، لأن من طبع على ضعف البشرية لا يطيق أنه يستمر على إيه؟ صيام كل يوم وقيامته لليل، ما ينفعش. فمعنى كده تعطي أن من طبع على مثل هذا لا يطيق أن يفعل ما عزم هذا الصحابي عليه لضعفه عن ذلك، لضعفه لأنه هو بشر، والبشرية ما تستطيعش أنها تواظب طول عمرها على عمل فوق طاقتها. لكن إيه؟ إكلافه من الأعمال إيه؟ ما تطيقون. شوف النبي بقى صلى الله عليه وسلم خير مربي، لك إكلافه من الأعمال ما تطيقون، لأنك أنت ما تتكلف من الأعمال ما تطيق تعرف تداوم عليه. يعني أنا حصل لي مثلا كل يوم الفرائض والسنن الرواتب وركعتين في نص الليل، حلو، اقدر انا واظب عليهم. لكن انا ما اقدرش اصلي الفرائض والنوافل و100 ركعه كل يوم بالليل، 100 ركعه كل يوم اعرف انا جبتها، لو جبتها مره ليله ولا اثنين ولا ثلاثه ما اعرفش اواظب عليها طول عمري. لكن ركعتين يسير، 6 ركعات يسير، النبي يقول لك 11 ركعه، حلو 11 ركعه. خدت بالك؟ ممكن تقدر تواظب عليها، عشان كده تلاقي سنه النبي فيها نوع من الاعتدال. تقدر انك انت تعملها، لان احب الاعمال عند الله ادومها وان قل، ادومها وان قل، فالعبره بالمداومه.
ومثل هذا نهيه صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم عن الوصال. وبرضه نفس الحكاية النبي كان يصل، يعني ايه يصل؟ يعني يصوم يوم واثنين وثلاثة واربعة دون ان يطعم شيء ولا يشرب جرعة ماء. شافوه كده فحاولوا يقلدوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال. قال لهم اني لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني يديني قوة الطاعم الشارب مش يطعمني ويسقيني. لو اطعمه وسقاه حقيقة ما بقاش مواصل، فاهم؟ هو مواصل. امال ايه يعني يطعمني ويسقيني؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى يديني يعطيني قوة الطاعم الشارب، فلا تستطيع ان تجاروني، فهمت بقى؟ فنهاهم عن الوصال، مع ان الوصال حاجه كويسه النبي كان يعملها، والنبي ما يعملش الا حاجه حلوه، لكن نهاهم ليه؟ لانه ما يستطيعون، هيضعفوا، فيضعفوا بسبب الوصال بعد يوم اثنين، مش قادر يقوم حتى يصلي الفريضه، مش قادر حتى يقوم يتوضا، مش قادر يذهب لعمل. يبقى كده هو عامل زي ايه؟ زي حته الكرسي كده مرمي مش عارف يتحرك، ما ينفعش كده. عشان كده النبي نهاهم عن الوصال. فقالوا له انك تفعل ذلك يا رسول الله. فقال اني لست كهيئتكم. يبقى اللي يقول هو بشر زينا زيه مخالف للسنه. النبي يقول اني لست كهيئتكم. وفي الاخر الجماعه الوهابيه يقول لك ايه؟ النبي بشر زينا زيه، لا زينا مش زينا زيه. ده هو حاجه ثانيه صلى الله عليه وسلم. يستقبل الوحي، ينزل على قلبه القرآن، يرى ما لا تراه العيون المعتادة، يرى في الظلام كما يرى في النهار، لا ظل له إذا مشي في الضوء، لا يترك أثر على الصحراء الناعمة، على الأرض الناعمة، ويترك أثر على الصخر. عرقه أطيب من المسك. فين إحنا بقى زينا زي الزين؟ فين بقى؟ يرى من خلفه كما يرى من أمامه. إزاي زينا زي؟ ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، ازاي يبقى زينا زي؟ يواصل ويقول اني لست كهيئتك، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يبقى بشر مثل بشر صلى الله عليه وسلم. اني لست كهيئتكم، اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني، اي انه يمده بالقوه مثل من ياكل ويشرب. لأنه لو كان يأكل محسوسا ما سبق أن يقال واصل. ولهذا المعنى، لنفس المعنى لا بأخذ بالك، بعض أهل الولاية من الصوفية ربنا يتجلى عليهم بغلبة الروحانية، فتلاقيه يتغذى بالذكر، جسمه يقوى بالذكر، زي أنت ما تتغذى كده تشرب حاجة تأكل لقمة، هو كلما ذكر يشبع لغلبة الروحانية عليه، حال يأخذهم، فاهم؟ فيعمل ايه؟ فواحد من اهل التصوف بيحكي عليه سيدنا ابي جمره انه كان يغلب عليه هذا الحال، يصوم ويجي وقت الفطار ما يفطرش، مش حاسس انه جعان ولا حاسس انه ضعيف، عنده قوه العباده كانه واكل شارب، لكنه شايل تحت المخده بتاعته رغيف عيش ليتحقق بالعبوديه، عشان لو ربنا رده لبشريته يلاقي حاجة يسند بيها نفسه. فهمت؟ من باب ايه؟ من باب مراعاة العبودية، مش الاستغناء، لأن اللي يستغنى دي صفة الاستغناء، دي صفة مين؟ صفة الطغاة. كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. لكن الولي العارف بالله يعني دائم الفقر إلى الله، ودائم اللجوء إلى الله، ودائم الاضطرار إلى الله، ما يستغناش ابدا. سيدنا ايوب لما ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء ودله على عين يغتسل فيها فيبرأ، ثم انزل عليه فراش من السماء ذهب وفضه عشان يعوضوا عن ماله اللي ضاع، فبقى عنده كده كومة ذهب وكومة فضه، وبالرغم من كده الهوى بيطير حاجات بعيد، يقوم يروح يلم البعيد كمان. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول له: أما يكفيك ما عندك يا أيوب؟ قال: ولكني لا أستغني عن فضلك. لأن ده فضل الله، ما تستغناش، أنا مفتقر مهما اديتني، أنا لا أستغني بالنعمة عن المنعم. شوف حال الأنبياء، اللي مش فاهم يفتكر ده طمع.
انه طماع، ما كفايه اللي عنده يا اخي هيروح يكنس الشارع كمان، فاهم؟ لا، ده هو بيعمل كده ليه؟ لانه لا يستغني عن فضل الله، لانه لا يستغني بالنعمه عن المنعم. فهمت دي المساله يعني؟ فبيقول هنا ايه؟ ولهذا المعنى كان بعض اهل الصوفه اذا دخل في الوصال يجعل رغيفا من خبز تحت وسادته. فلما كان في بعض الايام قام الى ضروره، في يوم من الايام قام لضروره، يعني قام يتوضا، يدخل دوره المياه، يقضي حاجاته، قام لحاجه زي دي. فاخذ بعض الفقراء اللي هم تلامذته اللي شايفين الرغيف تحت مخدته بقى له يومين ثلاثه ما قربش، قال ده مستغني عنه بقى، راح واخده وكلوه. فاخذ بعض الفقراء الرغيف من تحت الوساده، فلما رجع هذا السيد الى مكانه تفقد الرغيف فلم يجده، فقال اين الرغيف؟ فقال يا سيدنا ما حاجة مثلك لرغيف؟ فقال لهم تأدبوا، أتظنون ما ترون مني من جبلة جبلت عليها؟ هو أنتوا اللي شايفين إن أنا ما بحتاجش أكل ولا أشرب يومين ثلاثة على بعض مع بقاء قوتي على العبادة دي جبلة فيها أصل فيها؟ بل ذلك فضل وفيض رباني، فإن رددت إلى حال البشرية وجدت الرغيف أدفع به العدو اللي هو الضعف والعوز والحاجة والفقر، فهمت؟ ولهذا المعنى بنيت الأحكام على ما هو الأصل في الأشياء أو الغالب منها أو الغالب منها، كمثل تحليل الميت بعد ثلاث أوقات. يعني لو واحد جاع ومش لاقي حاجة حلال ياكلها خالص وجعان خالص، ينتظر ثلاث فرائض تيجي عليه وهو جعان، ينتظر يجي عليه العصر مش لاقي برضه ياكل، أذن عليه المغرب برضه مش لاقي ياكل، أذن عليه العشاء مش لاقي ياكل، يقوم ياكل الميتة بعد ثلاث أوقات. فهمت ازاي؟ يعني ينتظر ينتظر لحد خلاص أزيد من ثلاث أوقات هيضعف، يجي له الوقت الرابع ما يعرفش يقوم يصلي فيلحق نفسه. كمثل تحليل الميت بعد ثلاث أوقات، لأن وضع البشرية ما تطيق بسبب ما وضعت عليه من الضعف أكبر من ذلك القدر، فإن تحملت أكثر منه وقع معها الخلل، الخلل في التكاليف الشرعية، وقد يكون مع ذلك الخلل موت عند بعض الناس. في ناس ده نعرف ناس أول ما تلاقيه جوع والجلوكوز بتاعه في الدم يقل عن 60 لإترعش. يعني انا اعرف جراح من الناس الكويسين، استاذ جراح محترم جدا وشاطر، وهو بيشتغل عمليه فجاه تلاقيه بترعش عشان نسي يفطر، يروح طالع بره شارب كوبايه نسكافيه ويرفع السكر ويخش يشتغل ايده تسكت، واخد بالك؟ يعني في ناس كده، وفي ناس تانيين اشتغلنا مع جراحين تانيين والله لو قعد يومين ايده ما تتهزش ولو قعد يومين ما ياكلش. الناس تتفاوت، قدرات تتفاوت، فهمت ازاي؟ فيبقى ايه الواحد لازم اذا ربنا رب الضعف البشريه عليه يسال الله من فضله، يروح للطعام والشراب بقى، فاهم؟ يعني حاسس ببرد تعمل ايه؟ روح اتغطى بقى، هات لك حاجه تغطى بيها، حاسس بجوع روح كل، حاسس بعطش روح اشرب. فهمت ازاي؟ ما يردك لضعفك خلاص استسلم لضعفك واسال الله من فضله. أي المعنى واسألوا الله من فضله يعني ما تفضل عليكم من نعم. لأن وضع البشرية ما تطيق بسبب ما وضعت عليه من الضعف أكبر من ذلك القدر، فإن تحملت أكثر منه وقع مع الخلل، وقد يكون مع ذلك الخلل موت. وقد قال عز وجل في كتابه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فإذا زاد المرء على ذلك شيئا فهو من طريق المن والإفضال. اللي هو افرض واحد بقى بيستنى يوم واثنين مش لاقي أكل وقدامه الميتة وهو مش حاسس بضعف، ده بقى على سبيل المن والإفضال، ده مش قاعدة، دي ضيقة. وبالتالي أحكام الشريعة مش ماشية على الاستثناء، دي ماشية على الإيه؟ الغالب الأعم، مش على أحوال المستثنين اللي هم ربنا قويهم. فهمت ازاي؟ ماشية على الغالب الحالة الضعف، ضعف البشرية. يبقى بنيت الأحكام على ما هو الأصل في الأشياء، دي قاعدة مهمة تعرفها. بنيت الأحكام على ما هو الأصل في الأشياء،
انما الاستثناء ما لناش دعوه بيه. افرض ربنا من على بعض الناس يستغنى عن الشراب، يستغنى عن الطعام. يعني كان يحكى واحده في سمرقند في القرن السابع الهجري، زوجها مات واستشهد وساب لها اولاد، فنايمه من كده يقوم جوزها يجي لها في المنام في هيئه حلوه قوي في الجنه شهيد، تقول له انت تديني مقلب وتسيب لي العيال وتستشهد وتقعد انت في الجنه تتمتع وانا اعيش هنا في الدنيا مش لاقي الا النظر، وبعدين قاعد جاي لي كمان بتضحك بعدين بتلومه يعني ايه في المنام. قام قال لها خلاص ادام انت زعلانه مني انا هدوقك حاجه من الجنه، كل ده في الرؤيه. فراح اداها عنبه وشربت ماء من الجنه. فيحكى ان هذه المراه عاشت 40 عاما لا تاكل شيئا ولا تشرب شيئا. من العجائب الاقدار، وذكرها الشيخ عبد الفتاح ابو غد من ضمن عجائب الاحوال لبعض الناس. لان لو شربت من الجنه شربت ماء لا تظمأ بعدها، ولو اكلت من الجنه لقمه واحده او فاكهه واحده لا تجوع بعدها. فوجدت في نفسها القوة خلاص، إلى أن ربت أولادها وعاشت 40 سنة. كان ويقول لك إيه؟ وكانت لا تدخل دورة المياه إلا في القليل النادر، ما بتشربش. برامج تحفظ على تحفظ وضوءها ولا ينتقد إلا بالنوم بس. يعني تتوضى وضوء الصبح طول ما صاحية ما فيش لا في ريح ولا في حاجة غريبة من عجائب. أبنانا الأحكام بقى على القصة دي؟ لا ما بنيش الأحكام على القصة دي، دي حاجات نادرة. فهمت ازاي؟ لكن نبني الاحكام على الغالب العام. انما النوادر النادر لا حكم له، شوف الفقهاء يقول لك ايه؟ النادر لا حكم له، لان النادر ده فضل الله بقى، وفضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الاحكام لسائر الخلق. وقد يكون مع ذلك الخلل موت، وقد قال عز وجل في كتابه ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. فاذا زاد المرء على ذلك شيئا فهو من طريق المن والافضال عليه، لانه قد جعل الله له بساطا، وهو اجراؤه عز وجل العاده الجاريه لاهل ذلك الشان بمقتضى الحكمه. مقتضى الحكمه اللي مقتضى الاسباب، عالم الملك يسموه عالم الحكمه، عالم الاسباب. كما أجرى عز وجل للغير بالطعام ما أجرى لهم، وهي قوة العزم وألا يلتفتون إلى شيء سواه. فمن دخل في هذا الشأن وتشبه بالقوم دون هذا البساط اللي هي قوة العزم اللي تقويهم عن طلب الأسباب، اللي يحصل عند بعض الناس، قلة من الناس لا. فلو واحد حاول يقلدهم وهو ما كانش متشبه متحقق بحقائقهم يقول لك ايه؟ وقع معه الخلل. ما يعرفش لان هو مش متحقق بحقائقه. وكان من باب ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. الا ان يكون له حسن ظن في القوم وتصديق بحالهم فيلطف به من اجل حرمتهم. يعني من اجل حرمه ان هو بيعتقد في الاوليه اعتقاد حسن، ربنا يلطف به برضه حتى لو ايه؟ صار سيرهم ولم يتحقق بحقائقهم، فيسبوا بعض الخلل الا ان ربنا يلطف به بحسن اعتقاده في الاولياء. يبقى قوه الكلام ان الذي يسيء الظن بالاولياء يفقد لطف الله به، قد يسوء خاتمته. فهمت بقى؟ الا ان يكون له حسن ظن في القوم وتصديق بحالهم فيلطف به من اجل حرمتهم، الا انه لا بد في الغالب ان يجد شيئا من الشده في نفسه ثم يحمل عنه للحرمه. الوجه الثامن فيه دليل على ان المندوب في الدين مطلوب. خد بالك ان الصيام ده سنه، مش بيتكلم على رمضان، ده عايز يصوم كل يوم يبقى ده مندوب. كل ما سوى رمضان هو مندوب. وقيام الليل ده سنه، مندوب يعني مش فرض يعني. ففي دليل على ان المندوب في الدين مطلوب، بدليل ان النبي قال له ايه؟ قال له قم وايه ونام وصم وافطر. يعني خد من المندوب ما استطعت. فهمت ازاي؟ فهو مطلوب في الجمله. يعني ايه مطلوب في الجمله؟ يعني مطلوب من جنس المطلوب، لكن ليس بهذا التفصيل اللي انت بتعمله المبالغه فيه.
يعني ما تحرمش نفسك منه ولا تبالغ فيه فتقصر، ولكن ادي معنى مطلوب في الجمله. فيه دليل على ان المندوب في الدين مطلوب على كل حال من فحوى كلامه. ساعات يقول لك قوه الكلام وفحوى الكلام، اي فحوى الكلام هو برضه الايه؟ المفهوم. يبقى ساعات يقول لك قوه الكلام يبقى بمعنى المفهوم، وفحوى الخطاب بمعنى المفهوم. بس الفرق بين ايه قوه الكلام؟ ان قوه الكلام يؤخذ منها مفهوم موافقه ومخالفه، فحوى الخطاب يفهم منه الموافقه بس. لان خد بالك ان المفهوم فيه مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه. لكن فحوى الخطاب تاخد منه الموافقه بس. واضح؟ ده الفرق بس، لكن الاثنين تبع ايه؟ المفهوم. لأن فحوى الكلام عندهم كالنص المنطوق به لا أعرف في ذلك خلافا، لأن بلا خلاف مفهوم الموافقة يستدل به، إنما مفهوم المخالفة فيه مناقشة. يبقى فحوى الكلام أنا بتكلم على مفهوم الموافقة. واضح؟ لأن فحوى الكلام عندهم كالنص المنطوق به لا أعرف في ذلك خلافا. الأحناف في الأصوليين، علماء الأصول في الأحناف، يسموا مفهوم الموافقة فحوى الخطاب. والشافعية والمالكية يسموه مفهوم الموافقة، ما يسموش فحوى الخطاب، لكن المعنى واحد. بس هم دول يطلقوا على الموافق فحوى إيه؟ فحوى الخطاب، دول الأحناف. والشافعية والمالكية والحنابلة يسموه مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة قد يكون مساوي وقد يكون أولوي. مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوي، وفي مفهوم موافقة أدنى. فهمت ازاي؟ كل دي مفاهيم موافقة. فيه دليل على أن المندوب في الدين مطلوب على كل حال من فحوى كلامه عليه السلام. يبقى فحوى الكلام هو مفهوم الموافقة، بقوله صم وأفطر وقم ونم، لأن فحوى الكلام عندهم كالنص المنطوق به، يعني يستدل بمفهوم الموافقة. لكن مفهوم المخالفة هل يستدل به أم لا؟ فيه مناقشة. لا أعرف في ذلك خلافا، فكأنه عليه السلام يقول له بمتضمن ذلك الكلام لا تشتغل أيضا بإعطاء الحقوق وتترك المندوب مرة واحدة. يعني ما قال كأن الرسول صلى الله عليه وسلم من معنى كلامه بيقول له ما تشتغلش بالواجبات وتترك المندوب كليا، لا خذ حظك من كل شيء، اعمل الواجب واعمل من المندوب ما لا يؤدي إلى التقصير في الواجب، لكن خذ حظك من كل عباده. لا تشتغل ايضا باعطاء الحقوق وتترك المندوب مره واحده، ولكن اجمع بين فرضك وندبك. لان خد بالك ان الفرض يمنع من العذاب، والمندوب يوصلك الى مقام المحبه. لان ربنا بيقول ايه؟ ما تقرب عبدي بافضل مما افترضته عليه. فلو قصر في الفرض يتعذب، وبعدين في المندوب ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يبقى النوافل تؤدي الى مقام المحبه، والمحبه تؤدي الى مقام النصره والرعايه والعنايه اللي هو الولايه. فاذا احببته كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، وفي روايه كنته، كنته في روايه، خدت بالك؟ يبقى دي معناها بقى ايه؟ يبقى المندوب مع عدم التقصير في الفرائض يؤدي الى الولايه. فلا تترك طريق الولايه، لكن خذ من طريق الولايه ما لا يؤدي الى التقصير في الفرائض. فهمت بقى ازاي؟ ولكن اجمع بين فرضك وندبك. وعلى هذا الاسلوب تجد قواعد الشريعه كلها إذا استقريتها. فمن أريد به خيرا بصر بعيوب نفسه فأبصر رشده. ولذلك قال نظرك إلى النفس حجاب عما سواها، وشغلك بغيرها حجاب عنها. فإن عجبت بها فاتك الحظ مما سواها، وإن تعاميت عنها نلت خيرها وخير من سواها. يعني لا تنشغل بنفسك بالكلية ولا تهملها بالكلية، بقدر إهمالك لها جزئيا بقدر ما تنال
من ايه؟ من امور اخرى كثيره تفوتك، فلا تعرض عنها بالكليه، لان المنبت لا ارض انقطع ولا ضر نفع. يعني في بعض الشباب اللي هو يحاول يجتهد في الطاعه وهو ملوش شيخ ولا عنده فهم في السنه، يقوم يبتدي يرهق نفسه بالعبادات لحد ما يعي ويبطل، واخد بالك، يبطل العباده لانه مرض، او يلاقي نفسه ايه تاخر في دوره في الدنيا. زمايله قاعدين ينجحوا في الدراسه وياخدوا شهادات ووظائف، وهو قاعد طول النهار يقعد وما يروحش الامتحان، ما يروحش يذاكر المقرر بتاعه، فيلاقي نفسه اتاخر، ضر نفسه. لكن لا، خذ من هذا حظك ومن هذا حظك، واخد بالك، حتى تتقدم في الطاعه ولا تشعر ان طريقك الى الله كان سبب في تعويضك عن دنياك، تقوم تستمر في الطريق المعروف. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين. شوف، يبقى ايه؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني خد حظ نفسك بقدر الطاقة، يعني تاخد من المباح بقدر الحاجة دون إيه؟ الإسراف في المباح، لأن الإسراف في المباح يقوي النفس الناهمة، النفس الأمارة، فبعد شوية لما تقوى تأمرك بالحرام. لا، أنت اديها من المباح بقدر حاجاتها لكن ما تشبعهاش، أصل لو شبعت من المباح وهي طبيعتها تمل، تقول لك ما نجرب الحرام بقى. فهمت؟ لا، انت اديها من المباح ما لا يشبعها، عشان كل ما تجوع تاخد من المباح، بس ما تطلبش منك الا المباح. فهمت؟ كانها بالظبط دابه وانت حاططها بلجام، فاللجام ده في ايدك انت، بتسوقها في الطريق اللي انت عايزها تمشي فيه. انما لو تديها اللي هي عايزاه كانك راكب دابه بلا لجام، تقوم هي اللي تمشيك مش انت اللي هتمشيك، وتدخل بك في كل طريق فتروح عن الطريق اللي انت عايزه. فهمت؟ والله تعالى اعلى واعلم. ونكمل وندخل في الحديث 62، حديث الاستخاره في الامور، غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك.